ألف مبروك لكل المنتمين للنادي الأهلي، أعضاء وجماهير وفرق نشاط رياضي، وإحنا كأعضاء مجلس إدارة أنا سعيد جدا بيوم زي ده، فخور جدا بوجودي النهارده في اليوم ده، وفخور جدا بوجودي في المجلس ده. الحمد لله، يعني كل يوم ربنا بيدينا يعني كرم كبير من ربنا وفضل وإنجازات كتير، الحمد لله نشكر ربنا عليها، وبنوعد بإذن الله إن شاء الله جماهير وأعضاء النادي الأهلي بالمزيد إن شاء الله. طبعا اللي بيحصل النهارده مش مجرد، يعني هو اكبر بكتير من مجرد افتتاح فرع في محافظه، موضوع كبير جدا، موضوع انك ازاي بتوصل لاقصى الصعيد، بتوصل باسم النادي الاهلي وبامكانيات وخبراته في مجال الاداره ومجال الرياضه لاقصى الصعيد عشان تقدر توصل لجماهيرنا ولاعضائنا الموجودين في الصعيد وتقدر تنقل لهم خبراتك، وبالتالي تقدر تديهم متنفس او فرصه ان هم يلاقوا فرصه ان هم يعني نجمهم يبزغ ويبرز في النادي الأهلي.